الآن حنشوف الألوان بواسطة اختزال أشعة الضوء. اختزال، إيش معنى اختزال؟ معناها اختصار أو تقليل، أو تقليل. وهنا هنستخدمها بمعنى امتصاص. احنا اصلا كيف نشوف اللون؟ يعني هذا اللون مثلا انت شايفه ازرق، بس كيف بتشوف اللون؟ اللي بيصير انه اشعة الضوء البيضاء في هذه الحالة بتسقط على هذا اللون. طبعا اشعة اللون الابيض او اشعة الضوء فيها الوان الطيف كلها، من الاحمر قلنا، وتتدرج لين البنفسجي. هذه ألوان الطيف المرئية. أي لون في الدنيا تقدر تشوفه هو عبارة عن لون بين هذا اللونين، أحمر وبنفسجي. فوق كده، فوق بنفسجية ما نقدر نشوفها، تحت حمرة ما نقدر نشوفها. فيجينا اللون الأبيض أو النور الأبيض هذا اللي فيه كل الألوان هذه مختلطة مع بعض ومتراكبة مع بعض، اصطدم بهذا اللون، وإيش اللي يصير؟ اللي يصير إنه هذا اللون يمتص كل الأشعة، كل أنواع الأشعة هذه ممتصها إلا لون واحد اللي هو الأزرق. الأزرق يعكسه، فبأنه اللون الأزرق انعكس، عشان كده أنت تقدر تشوفه. لما تشوفه بعينك تعرف إنه هذا اللون هو اللون الأزرق. وقس على ذلك جميع الألوان، أي لون أنت تشوفه فأعرف إنه هذا اللون، أيا كان هذا اللون، أيا كان هذا الجسم، هذا اللون أمتص جميع الألوان أو جميع الأشعة اللي يحتويها اللون الأبيض، وعكس فقط اللون اللي أنت تقدر تشوفه اللي هو إيش؟ اللي هو اللون الأحمر في هذه الحالة. طب واللون الأسود؟ شوف، اللون الأسود يمتص جميع الألوان، يعني ما يعكس ولا لون. لأنه لو الطيف، ألوان الطيف اللي عندي، الطيف المرئي من الأحمر يتدرج إلى البنفسجي، ما عندي لون أسود، فبالتالي اللون الأسود هو لون امتص جميع ألوان الطيف وما عكس شيء، عشان كذا نشوفه لون أسود. خلينا نأخذ مثال ثاني عشان نفهم موضوع اختزال أشعة الضوء أو امتصاص أشعة الضوء. لو كانت عندي هذه الأجسام مثلا، شوف ألوانها مختلفة، أسقطنا عليها الضوء الأبيض، قلنا الضوء الأبيض حيكون فيه عبارة عن إيش؟ عن جميع موجات الطيف المرئي من الأحمر إلى البنفسجي متداخلة مع بعض، وتداخلها أداني اللون الأبيض. فبالتالي سقط الشعاع الأبيض هذا على هذا الجسم، أنا الآن شايف لونه أزرق. معنى هذا إنه أمتص جميع ألوان الطيف ما عدا الأزرق، الأزرق عكسه، عشان كده أقدر أشوف لونه أزرق. طيب وهذا، هذه النقطة لونها أبيض، معناها عكس جميع ألوان الطيف، ما أمتص ولا شعاع. طيب هنا هذه لونها أحمر، معناها أمتص جميع ألوان الطيف ما عدا الأحمر عكسه. طب وهذا أخضر، نفس الشيء، عكس أو أمتص جميع الألوان ما عدا الأخضر عكسه. طب نفس هذه الأجسام حنسلط عليها ضوء أحمر فقط، يعني ما عندي ولا لون من ألوان الطيف هذه، مجرد أخذت الأحمر وأسقطته على هذا الجسم. طب هذا الجسم أساسا أزرق، يعني حيمتص جميع الألوان إلا الأزرق، بس أنا الضوء اللي أرسلته أحمر، ما عندي أزرق أصلا، فبالتالي حيمتص اللون الأحمر يظهر لي باللون الأسود، لأنه قلنا اللون الأسود يمتص جميع ألوان الطيف. طب وهذا أبيض، إيش اللي حيسويه؟ الضوء الأحمر حيسقط على هذا اللون الأبيض، واللون الأبيض قلنا يعكس جميع ألوان الطيف، ما حيمتص ولا لون، فبالتالي حيعكس أحمر، عشان كده أشوف الأبيض مع أنه هذا أبيض، لكن لأنه عندي شعاع أحمر سقط وعكس الأحمر، لأنه الأبيض يعكس كل شيء، فعكس الأحمر فبالتالي أشوفه أحمر. وهذا أخضر، أخضر أسقط عليه شعاع أحمر،
حيمتصه لأنه الأخضر يعكس اللون الأخضر. بس أنا هنا ما عندي أخضر بس أحمر، فبالتالي أمتصه فبالتالي بان لونه كأنه أسود. وآخر شيء هذا الجسم الأحمر أسقط عليه لون أحمر وهو عكس اللون الأحمر فبالتالي ظهر لونه أحمر. طب نفس الأجسام خليني أسقط عليها ضوء أزرق، يعني شلت كل ألوان الطيف هذه ما بقيت إلا واحد لون اللي هو الأزرق. بش حيصير؟ عندي هنا جسم أزرق سقط عليه لون أزرق، الجسم الأزرق إيش يسوي؟ يعكس اللون الأزرق. فهنا عكس اللون الأزرق فبان هذا الجسم أزرق. طب هذا الأبيض، الأبيض يعكس جميع الألوان ما يمتص ولا لون، فبالتالي سقط عليه لون أزرق وعكس لون أزرق عشان يبان، عشان كده يبان لونه أزرق. طيب الأخضر، الأخضر حيعكس الأخضر ويمتص الباقي، فبالتالي أمتص اللون الأزرق فبالتالي بان أسود. والأحمر نفس الشيء يعكس الأحمر، بس هنا أنا ما عندي أحمر عندي أزرق فقط، فبالتالي أمتصه فبان لونه أسود. هذا المثال عشان تفهم أكثر كيف نقدر نشوف الألوان عن طريق اختزال أشعة الضوء. آخر شيء هنتكلم عليه في الألوان اللي هو الأصباغ. لو قد اشتريت قبل كده طابعة واشتريت لها ألوان، تعرف أن الطابعة يجي لها ثلاثة ألوان اللي هي الأصفر يلو أو سيان اللي هو الأزرق الفاتح أو ماجنتا اللي هي البنفسجي، طبعا في اللون الأسود. هذه هي ألوان الصبغات أو الأصباغ. شوف مختلفة عن الألوان الأساسية في الضوء، هنا الأساسية إيش كان عندي؟ RGB أحمر أخضر أزرق، والسيان يلو ماجنتا كانت الثانوية. في الأصباغ الموضوع يختلف، هنا الأساسية هي سيان يلو ماجنتا، نكتبها الأساسية هتكون إيش؟ سيان اللي هو الأزرق الفاتح، واي يلو الأصفر، ام ماجنتا اللي هو البنفسجي، والثانوية شوف الثانوية هنا إيش؟ لو جمعت السيان مع اليلو يعطيني أخضر، لو جمعت اليلو مع الماجنتا يعطيني أحمر، والماجنتا مع السيان يعطيني بلو أزرق، فبالتالي الثانوية هنا حتكون RGB Red Green Blue. عكس هنا، هنا الأساسية كانت RGB والثانوية كانت سيان يلو ماجنتا، هنا العكس. وهنا لو جمعت الألوان هذه الثلاثة كلها حطلع لك اللون الأسود، عكس الألوان الأساسية في الضوء، إن لو كان جمعتها كلها يطلع لك الأبيض، هنا لو جمعتها الثلاث بيطلع لك الأسود. غالبا نستخدم هذا النظام اللي هو CYM في الطابعات، في طباعة الملابس، في طباعة الورق. RGB عادة يستخدموه في الشاشات أو في الكاميرات. شوف أعطيك طريقة سهلة عشان تحفظ تكوينات الألوان المختلفة، تكتب RGB Red Green Blue، بعدين احنا نشوف مشينا كده RGB، صب بعدين نمشي من هنا نكتب سيان سي واي ام، مشينا كده RGB نرجع كده سي واي ام، خلاص يصير نجمع الأحمر مع الأخضر يعطينا أصفر، أحمر مع أخضر يعطينا أصفر، نجمع الأخضر مع الأزرق يدينا أزرق فاتح أو سماوي أو سيان، نجمع الأحمر مع الأزرق يعطينا ماجنتا البنفسجي، وفي النص هنا عندي أبيض، لكن لو جمعنا هذه CYM يعطينا أسود. طيب وبرضو تقدر تطلع منها CYM، شوف أجمع يلو مع ماجنتا يعطينا ريد، يلو مع ماجنتا يعطينا ريد، وأجمع يلو مع سيان يعطينا جرين، يلو مع سيان يعطينا جرين، وأجمع ماجنتا مع سيان يعطينا بلو، ماجنتا وسيان يعطينا بلو. هذه كلها تجيبها من هذه الرسمة ببساطة، لا تحفظ أي حاجة بس خلاص احفظ هذه الرسمة RGB بعدين أرجع CYM وخلاص.